السلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد إفاتي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حلوة دلا كريم، مقادير في المتناول، طريقة تحضير سهلة ومبسطة للمبتدئات، وأهم حاجة أنها كتجي خفيفة ولذيذة بزاف. صدقوني غادي تنجح معكم إن شاء الله من أول محاولة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير اللي غنحتاجو للجينواز: 4 البيضات كبارين بحرارة المطبخ، 5 المعالق كبار ديال الدقيق الأبيض، 5 المعالق كبار من الزيت نباتية، 5 المعالق كبار ديال السكر سنيدة، و 5 المعالق كبار ديال الماء، قشرة ديال الحامضة محكوكة، كيس من خميرة الحلويات فئة ديال 8 غرام، رشة ديال الملح. غنسمها بنكهة ديال الفانيلا، اللي عندها كيس ديال سكر فانيلا تقدر تنسم به، واللي بغات تكتفي غير بالقشره الحامضه تقدر تكتفي بها. بالنسبه للسيدات اللي عندهم الميزان، غنخلي لكم المقادير بالغرام في صندوق الوصف. دابا على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. غناخذوا البول ديال العجانه، تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي. غنضيفوا فيه البيض، بسم الله، سكر سنيده، وغنخدموا مزيان هذا البيض هو السكر حتى يولي اللون ديالو بيض. كما كتلاحظوا معايا الخليط كيفاش كيولي، يعني حتى كيولي بيض وكيتقال، عاد كنبدا نضيف له الزيت. كنضيف قشره ديال الحامض، رشه ديال الملح، نكهة الفانيلا تقريبا واحد نص معلقه، وغنضيف الماء، الماء غير ديال الصنبور، وغنخلط دابا غير واحد شويه، يعني ما غنخلطش بالزربه، غير واحد شويه. دابا غنضيف الدقيق، كنغربل الدقيق قبل ما نضيفو لهذا الخليط، غندير له غنغربلو حتى هو الخمارات. وغنبدا نضيف غير بشويه بشويه، كنحركو دائما، يعني قاعده من التحت للفوق، من التحت للفوق غير بشويه. بعد ما تخلط هذا الخليط مزيان، غنجيب دابا صينيه الفرن. انا الصينيه اللي عندي القياس ديالها 39 على 29، 29 هنايا في العرض و 39 في الطول. نتوما تقدروا تجيبوا مول كيتمونطا بحال هذا، نوريكم بحال هذا اللي كان مونطيو فيه الحلوه، تقدروا تجيبوه وتحلوه على القياس اللي بغيتو نتوما، وديروا له من الداخل ديالو، الداخل ديالو ديروا الورق ديال الطبخ وتغلفوه بالالومنيوم باش ما تخرج لكمش العجينه من التحت. يعني هذا كاقتراح انا، حيت عندي هاد الصينيه ديال الفرن وهذا القياس، داكشي علاش غنستعملها. وغادي نكب العجينه، حاول ما امكن نعلي يدي ملي يكون كنكب العجين. ونسرح هاد العجينه على هاد الصينيه مزيان. انا راني دايره في هاد الصينيه في الداخل دايره الورق ديال الطبخ، وعاد دهنتها بالزبده مع الجنب، درت لها الدقيق دهنها غير مع الجنب، ومن الداخل راني دايره الورق ديال الطبخ، يعني في الارضيه ديال الصينيه. غندخلو الصينيه الفرن، طبيعه الحال الفرن راه سخون، غنديرها فوق العافيه على عافيه متوسطه حتى نشم الريحه ديالها طابت، وعاد ندوزو نكملو العمليه ديال التحضير. المقادير اللي غنحتاجو: الكريمه ديال الحامض، جوج بيضات، نص كاس ديال العنبه مسكر سنيده، نص كاس ديال العصير ديال الحامض مصفي، معلقه كبيره ديال الزبده، ورشه ديال الملح. غناخد دابا كاسرونه وغندير فيها البيض، سكر سنيده، وهاد الرشه ديال الملح، العصير ديال الحامض من الافضل تصفيوه، وغنحرك مزيان هاد الخليط، وغنديه نديرو فوق العافيه حتى يغلي مزيان. كما كتلاحظوا معايا، من بعد ما كتغلي هاد الكريمه وكتقال، كنطفي عليها العافيه
وغنضيف لها دابا الزبده، معلقه ديال الزبده، غنحرك مزيان هاد الكريمه. من بعد ما دابت الزبده غنضيف واحد راس معلقه ديال النكهه ديال الحامض، كتعطي النسمه وكتعطي اللون. السيدات اللي ما متوفرش عندهم هذه غيضيفوا واحد القليل من الخرقوم، يعني الكركم، غير واحد شويه، ما تخافوش منه، راه يعني ما كتجيش النسمه ديالو باينه، كيعطي غير واحد شويه اللون. انا غنضيف غير بحال هاد الكميه، كتعطي النكهه وكتعطي اللون لهاد الكريمه. دابا غندوز نصفي هاد الكريمه، انا خدت شي جبانه غندير فيها واحد الصفايه، نحاول نصفي غير بشويه بشويه. من بعد ما صفيت الكريمه غناخذ ورق ديال البلاستيك الغذائي وغنغطيها باش ما ديرش واحد القشره. غنخليها تبرد. بعد ما وجدات الجينوازو بردت غندوز دابا نزولها من هذا المول، غنحاول نزول هذا الجناب. غناخذ ورق ديال الطبخ غنديرو من هنا باش ندخلها بسهوله. نحاول نحيد هذا الورق ديال الطبخ غير بلاتي. دابا غنرجع قلبها كي كانت. غناخد مول، هاد لي مول اللي كيتمونطا واللي كيزيدو وينقصو، الا ما كانت متوفره عندكم تقدروا تقطعوا غير بالسكين، انا غنقطع به. كتقطع معنا بسهوله. غنجيب هاد الورق اللي كان مونطاو عليه الحلوه، وغنرجع نقطع. هاد البلاصه اللي بقات ليا يعني خاويه غندير لها واحد طريف من هاد الجينواز من هنا. من بعد ما قديت هاد القطعه ديال الجينواز غندوز دابا نحضر الكريمه باش نمونطي هاد الحلوه. غنحتاج 500 مليلتر ديال الكريمه السائله تكون بارده مزيان. غنخلطوها مزيان. بعد ما طلعت الكريمه غنضيف لها جوج معالق من هاد الكريمه ديال الحامض اللي حضرنا بعد ما بردت طبعا، باش كتعطيها واحد المذاق زوين وحتى الملمس. كما كتلاحظوا هي الكريمه دابا وجدت، كيفاش كيجي الملمس ديالها. دابا غندوزو نكملو العمليه ديال التحضير. دابا غنسقيها السيرو، عندي نص كاس ديال السكر نص كاس ديال الماء، كنغليهم مزيان حتى كيذوب السكر وكنسقيبهم. بغيتو تنسموهم شويه البانيلا نسموهم. بسم الله، دائما كنركزو على الجوانب ديال الجينواز. صدقوني هاد الجينواز هادي راه كتجي رطبه وخفيفه، شوف كيفاش متقبه، يعني كلها ثقوب، هذا دليل على انها خفيفه. كندير الكريمه فواحد البوش كنقطعو من هنا، غنبقى نسرح الكريمه غير بشويه. كنستعملو البوش لانه كيساعدنا باش كتجي الكريمه يعني بنفس القياس. دابا غندير الطبقه الثانيه ديال الجينواز، كنديرو ديما الجهه اللي كانت من التحت هي الفوقانيه باش كتجي مستويه. غنسقيوها حتى هي مزيان، وبنفس الطريقه باش وزعنا الكريمه على الطبقه الاولى غنوزعو على الطبقه الاخيره. غنسرحو هاد الكريمه مزيان. دابا غنقد هاد الجوانب، بغيتو ما تقدوهمش يعني لكم اختيار،
دابا غندوز ندير الكريمه لهاد الجوانب. دابا غنضيفو الكريمه ديال الحامض، غنضيفوها غير بالمعلقه، نحاول نسرحوها غير بشويه. بعد ما سرحنا هاد الكريمه ديال الحامض، غناخد واحد معلقه صغيره ديال الكاكاو، وغنضيف لها يعني تقريبا واحد معلقه ونص ديال كريمه ديال الحامض. كنحرك مزيان حتى كيولي على هذا الشكل، وغنديروه في كيس بلاستيكي. غندوزو دابا نزينو. غناخد هاد العود ديال البروشيت او الكيردو، انا غنزين الجوانب ديال هاد الحلوه بقليل من الفيوتين. تقدروا تزينوا باللوز ايفيلي او الكاوكاو مهرمش او اللوز مهرمش، حتى لي فيرميسيل الشوكولاته هما تقدروا تزينوا بهم اللي بغيتوا يعني، ولا تخليهم هكا عادي ما تزينوهمش. هاد الكريمه اللي بقات لي درتها في جيب الحلواني، وغنزوق بها الجناب ديال هاد الحلوه. الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معاكم هو هذا، كما كتلاحظوا معايا راه كتجي الشكل ديالها رائع، وحتى المذاق ديالها صدقوني كيجي لذيذ بزاف. تقدروا تزينوها بالطريقه اللي بغيتو نتوما، انا اكتفيت بهذا التزيين هذا. بالنسبه للسيدات اللي ما بغاوش يستعملوا الكريمه السائله، تقدروا تستعملوا بودره الكريم شونتيي. انا هذه الحلوه وجدتها في العشيه، وفي الصباح عاد غنقطعها. تقدروا توجدوها في الصباح وفي العشيه عاد تقطعوها، ما كاين حتى شي مشكل. غندوزو دابا نشوفو الشكل ديالها من الداخل. بسم الله. كيفاش كتجي من الداخل، وسهله في التحضير بالنسبه للسيدات المبتدئات، وما كتاخذش وقت كبير. نتمنى هاد الوصفه هذه تكون عجبتكم وتجربوها. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، والى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.